Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo sera présentée en arabe, quoique vous pouvez toujours cliquer sur le CC en bas de la vidéo pour le sous-titrer en français. اليوم صبت لكم وصفة لذيذة وسهلة ديال بان باغيت مع عمر بالدجاج وجبن. بسم الله، تنبداو تنقطع البان باغيت في أربع طريفات وتنحيدو الوسط ديالو. ومن بعد تنقطع الصدر ديال الدجاج في طريفات صغار ودوزو في الطحين ومن بعد البيض ولا شابلور. تنقليو في الزيت نباتي سخون تيطيب ومن بعد خليو جانبا. باش نعمر الخبز هاتو الدجاج طايب فوق الجبن ماتزاريلا وكتلوي الفرماج على الدجاج ومن بعد كتخلي وسط الباغيت. قطع كل طريف ديال الخبز في 3 ولا 4 طريفات وحطو فوق بابي الومنيوم فوق طاوة. تنخطو الزبدة مدوبة مع شوية جبن محكوك وتومة ومعدنوز. طحنوا خبز مع هاد الخلطة وخطيو البابي الومنيوم فوق الخبز. خاصو يطيب في الفران 180 درجة مدة 20 دقيقة. مي كنخرجو الخبز في الفران جبن مدوبة ودجاج رطبة. تنقدموها مع هاد الصلصة ماتيشا واي صلصة. شكرا لكم وجربوا هاد الوصفة راها زوينة بزاف. بصحة وراحة. السلام عليكم.